السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتكم واهلا وسهلا بكم، وشرف لي الكبير. واليوم عندنا البيات تكملة للمقامات، وكيف تقسم من عنده وكيف تخرج من عنده، يعني لمقام اخر. شرف لي الكبير. طبعا عندي دورات هي 8 محاضرات قابلة للتجديد، تقدر تشترك بيها اونلاين، وممكن الطالب اللي في بغداد اقدر اذهب لبيت الطالب اللي يحب يشترك، طبعا يعني لو اونلاين لو اشتراك. موجود رقم واتساب اسفل الفيديو. المقامات الاساسية، ودائما ركزت لك دائما تقول السلم. فعندك السلم ري ميكار مي فا صال، واضح؟ لا سي دو ري ري دو سي لا مي. هذا الفيديو تقعد تتعب عليه، لازم تقعد تخلي ورقه وقلم، تعيد اكثر من مره اكثر من مره حتى تشوف النوتات ما انت تكتبها، والاسلوب ترجع تسمع بدنك انه شنو يقول هذا الشخص او الاستاذ، اللي يقول كذا اللي يقول. طبعا بنظريتي انه اليوتيوب بصوره عامه هو لا يكفي، لازم اكون موجود عندك مدرس حتى يقول لك الصح والغلط، او يعلمك على الحركات اللي هي انت هو يشتغلها امامك. فكيف اذا انت ما عندك المام يعني او دخول مع الاستاذ، راح تتعلم لكن مو 100%. هاي الحقيقه لازم نقولها، لازم نقولها، يعني الحقيقه ماكو احنا من هذه. فانا حاضر اي سؤال تعرفوه، و تحت امركم، ولا تنسوا اللايك والاشتراك، وهذه قناتي، واللي يحب يشترك موجود طبعا اسفل الفيديو موجود الرقم الواتساب اللي يريد يحب يشترك. واهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم ومع السلامه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.